قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن العدوى المشترك للأديان هو الإلحاد، مشددا على ضرورة تكاتف في أتباع الأديان للتصدي لهذا الخطر الداهم. وأضاف علام في بحث عرضه خلال جلسة ميثاق حلف الفضول الجديد بمنتدى تعزيز السلم المنعقد في أبوظبي أن العيش المشترك بين المخالف في العقيدة لا يقتضي معاداة العقائد والأديان أو مخالفة أحكامها أو فصلها عن كيان الدولة، وإنما يقصد به الاتحاد لأعمال الأرض.